أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فتاوى، الذي نسعد فيه وإياكم باستضافة شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مطلع هذه الحلقة أرحب بالشيخ صالح، حياكم الله صاحب الفضيلة. حياكم الله وبارك فيكم. أيضا نسعد باتصالات واستفتاءات الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات عبر هاتف البرنامج 44-28-3-13. وريثما تأتي هذه الأسئلة، نريد من فضيلتكم بارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين تفسير قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا جزء من الآية التي أمر الله جل وعلا المسلمين بأن يجتمعوا على كلمة واحدة، هي كلمة التوحيد، ولزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، فبذلك يتم لهم أمرهم وتتحد كلمتهم، ويحقق الله لهم الأمن والاستقرار كما حصل بصدر هذه الأمة لما تمسكوا بهذه الآية وأمثالها، سادوا العالم بأسره، وانتشرت رقعة الإسلام على وجه المعمورة كما وعد الله سبحانه وتعالى بقوله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قد ظهر دين الله في المشارق والمغارب، وذلك بالدعوة إلى الله أولا ثم بالجهاد في سبيل الله ثانيا. فعمت كلمة الإسلام، قامت حجة الله على خلقه، وبهذا حصل للمسلمين العز والتمكين في هذه الأرض، ويحصل لهم العز والتمكين في الجنة وفي الدار الآخرة. فهذا هو عز المسلمين في الدنيا والآخرة، أن يتمسكوا بدينهم، وأن يحكموا كتاب ربهم، وأن يطيعوا ولي أمرهم بالمعروف، ويلزموا جماعة المسلمين وعامتهم وإمامهم، وبذلك يحصل العز لهم عاجلا وآجلا. قد أوصى الله جل وعلا بهذا في قوله: واعتصموا، أي تمسكوا. اعتصموا يعني تمسكوا بحبل الله، وحبل الله هو القرآن، وقيل الرسول، وقيل الإسلام، والكل حق. تفسر الآية بكل هذه المعاني الثلاثة، ثم قال: ولا تفرقوا، اعتصموا بحبل الله جميعا، لا بعضكم، وإنما جميعا، تكونون أمة واحدة. ولا تفرقوا، لما أمر الله بالاجتماع والاعتصام بالكتاب والسنة نهى عن ضد ذلك، فقال: ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، يعني في الجاهلية قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فألف بين قلوبكم على يد هذا الرسول وبواسطة هذا الكتاب العزيز،
إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا بدل أن كنتم أعداء. هكذا الإسلام حولهم من كونهم أعداء إلى كونه إخوانا في الدين والعقيدة، فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم يعني في الجاهلية على شفا حفرة من النار، لو بقيتم على هذا لوقعتم في النار، على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، أنقذكم منها بهذا الرسول وهذا الإسلام وهذا الدين وهذه الجماعة المسلمة. فأصبحتم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته، بين الله لكم مثل هذا البيان، يبين الله لكم نعمته ومنته عليكم، ويبين لكم أيضا أنه لا عز لكم ولا بقاء لكم ولا دولة لكم إلا بهذا الإسلام الذي اختاره الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأمته. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، أي رجاء أن تهتدوا إلى الحق والصواب وأن تستمروا على هذا المنهج السليم وعلى الدين القويم. والله ولي التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح. أيضا من الأسئلة التي وردت إلى هذه الحلقة، هذا السائل يقول: كيف نحمي شبابنا من الأفكار المنحرفة والدخيلة التي تروج للفتن وتفرق المؤمنين؟ نعم، وذلك بحمايتهم ومراعاة يعني اجتماعاتهم وتفقد أحوالهم وإبعادهم عن عدوهم الذي يتربص لهم ويتقصد لهم في أماكن اجتماعاتهم، فلنحمهم من هذا ولنكون دائما معهم في حيطتنا وفي مراقبتنا ولا نهملهم. وأيضا ذلك بإصلاح التعليم وإصلاح الإعلام، لذلك تستقيم الأمة إذا صلح التعليم وصلح الإعلام، فإن ذلك مما يحمي به الله هذه الأمة ويحمي لها دينها وعقيدتها ويصونها من الأفكار الوافدة ومن دعوات الضلال والمناهج المنحرفة. فالأمر خطير الآن، فالمسلمون الآن لا شك أنهم واقعون في خطر شديد من أعدائهم، ولكن إذا تمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم وسيرة السلف الصالح وقووا مناهج التعليم على العقيدة وعلى الدين وعلى الأخلاق وعلى المنهج السليم، وكذلك الإعلام الذي يدخل في كل بيت وفي كل سيارة وفي كل مكان يكون إعلاما إسلاميا بالمعنى الصحيح بمعنى الكلمة، حتى يحمي هذا المجتمع من الأفكار الدخيلة والوافدة. نعم، أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. ونأخذ أول اتصالات هذه الحلقة من حائل، الأخ زيد تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ صالح بارك الله في عمرك وعملك، عندي سؤال عن انتشار ظاهرة الصلاة على الكراسي في المساجد، انتشرت في المساجد، هل الأفضل الصلاة على الكرسي أم الصلاة على الأرض من أجل السجود وباقي أركان الصلاة؟ وجزاك الله خير. الصلاة على الكرسي هو الأصل الجلوس على الأرض، لكن من لا يقدر على الجلوس على الأرض يجلس على الكرسي، فإن استطاع أن يسجد على الأرض
يعني يجلس على الكرسي في محل القيام ثم يسجد على الأرض، هذا واجب عليه. وإن كان لا يستطيع أن يسجد على الأرض فإنه يومئ بالسجود، يومئ بالسجود برأسه ورقبته، ويكون ذلك كافيا عن السجود على الأرض لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. بعض الأسئلة التي وردت عبر تويتر، أبو عائش الفضلي يسأل ويقول: ما حكم الإقسام على الله تعالى؟ هل هو جائز مطلقا أو له شروط؟ كأن يقول: حال الشدة تنزل به أقسمت عليك يا رب إلا رفعت عني هذه المصيبة. لا بأس بذلك، أن يقسم على ربي على باب الإيمان بالله والثقة بالله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. ولكن الحال أن المسلم يصلح حاله ويقيم دينه وعقيدته حتى إذا وقع في شدة أنقذه الله منها. نعم. أيضا سؤاله الثاني فضيلة الشيخ يقول: صار العالم كالقرية الواحدة، والآن ثمة مقاطع فيديو في الأنترنت للسحرة تعرض أعمالهم السحرية، يقول: فما حكم التفرج على هذه المقاطع للاطلاع فقط، وما حكم نشرها بارك الله فيكم؟ لا يجوز الاطلاع عليها إلا لمن يقوم بالرد عليها وكشف ما فيها من الباطل ويحذر منها، أما من يطلع عليها للتفرج فهذا لا يجوز، لأنه قد يصاب بهذه الآفة العظيمة وتؤثر عليه وعلى دينه وعلى عقيدته. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا الشيخ صالح. أيضا يقول: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سابق عائشة أم المؤمنين على أقدامهم، يقول: هناك من يستدل بهذا الحديث على جواز أن يسابق الرجل امرأته أمام الرجال الأجانب، فهل هذا الاستدلال يسلم له؟ لا، من قال له إن الرسول صلى الله عليه وسلم سابق عائشة أمام الرجال؟ من قال له هذا؟ الرسول سابق عائشة في البيت، في بيتها وفي المكان المناسب. نعم. أيضا شيخنا الفاضل نفع الله بكم وبعلمكم الإسلام والمسلمين يسأل أبو عائشة يقول: بعض أئمة المساجد يضع في المسجد لوحة للإعلان لكل ما يستجد في الحي، مثل موت فلان أو فلان، مثلا يعزمكم على درس وعشاء أو عرس فلان يوم كذا وكذا، يقول: ما حكم وضع هذه اللوحات في المساجد الإعلانية؟ لا تجوز الكتابة في المساجد ووضع اللوحات ووضع الإعلانات، لأن هذا يشغل المصلين، فلا يكتب على الجدران المساجد ولا تكتب معلقات في المساجد، لأن هذا يشغل المصلين. ومن أراد أن ينبه على شيء فإنه ينبه عليه بالكلام لا بالكتابة، ينبه عليه بالكتاب، يدعو الناس بلسانه: إن فلان عنده اجتماع يدعوكم إلى ذلك، عنده مثلا مناسبة يدعوكم إلى هذا، لا بأس، ولا يكون هذا بالكتابة داخل المسجد. لكن لو كتب ذلك خارج المسجد وعلقه على الجدران خارج المسجد فلا بأس. نعم. شيخنا أحسن الله إليك، هل يختلف الحكم فيما لو جعل هذه اللوحات لكتابة الأحاديث النبوية وبعض الأحكام الفقهية التي تتعلق بأحكام المساجد أو تنبيه المصلين إلى الأحكام الشرعية؟ لا يجوز أن يعلق في المساجد وأن يكتب على جدران المسجد من الداخل لا آيات قرآنية ولا أحاديث نبوية ولا مواعظ ولا دعوات ولا غير ذلك. المساجد لا يكون فيها كتابات حتى يتفرغ المسلمون للصلاة والدعاء والذكر، ولا ينظرون إلى هذه الكتابات. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أيضا نأخذ هذا الاتصال من الأخ حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ هل فيه دعاء ينص عليه أنه بعد دفن الميت يعني بصيغة معينة، وهل ترفع الأيدي أم لا؟ يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم لما فرغوا من دفن أحد الأموات وقف على قبره وقال للمسلمين استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فإذا فرغ المسلمون من دفن المسلم فإنهم يقفون على قبره ويسألون الله له التثبيت، لأنه وقت سؤال الملكين له في القبر، هذا سنة مؤكدة وثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرفعون أيديهم لا بأس بذلك، اللهم اغفر له، اللهم ثبته، اللهم اغفر له، اللهم ثبته. نعم أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. أيضا وردنا عبر تويتر الأخ سعيد الألماني يسأل سماحتكم، يقول ما نصيحة الشيخ صالح الفوزان للدعاة إلى الله تعالى في الغرب؟ أن يدعو إلى سبيل ربهم كما أمرهم الله بقوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، يدعون الناس عموما إلى دين الله عز وجل، يدعون الكفار إلى الدخول في الإسلام ويبينون لهم محاسنه، ويدعون العصاة من المسلمين إلى التوبة ويبينون للجهال من المسلمين ما يخطئون فيه في عقيدتهم أو في عباداتهم، كل هذا من الدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله ليست مقتصرة على الكفار، بل المسلمون يدعون إلى الله وهم بحاجة إلى هذا، إلى تنبيه، إلى تعليم، إلى تحذير. نعم أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. أيضا هذا السائل يقول حكم الفرش أو الموكيت الذي يكون على الأرض وعليه صور حيوانات وما أشبه ذلك؟ ما دام أنه يداس ويجلس عليه فإنه لا بأس به لأنه ممتهن، وإنما الممنوع الصور التي تعلق والتي ترفع أو يحتفظ بها للهواية أو للذكريات أو ما أشبه ذلك، هذا هو الذي لا يجوز. نعم أيضا نعود إلى أسئلة أبي عائشة الفضلي من الكويت، يقول يسأل عن كتاب التعالم لفضيلة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. نعم هذا كتاب جيد، وكل كتابات الشيخ بكر أبي زيد يا أخينا وحبيبنا كلها جيدة ومفيدة. نعم أيضا يسأل الشفاعة للإخوان، يقول الأصل فيها أنها مستحبة، لكن إذا كانت شفاعة هذا المعين لأخيه ترفع عنه الظلم هل تصبح واجبة يأثم بتركها؟ قال الله جل وعلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، الشفاعة الحسنة فيها أجر عظيم، قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، فالشفاعة الحسنة التي فيها فائدة لأخيك المسلم فيها لك أجر عظيم من الله عز وجل. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. أيضا من حائل الأخ موسى تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام شيخ، عندي سؤال، ما حكم استخدام الشغالات وإيجارها باليومية أو بيعها بسعر الدبل؟ يا أخي استخدام الأيدي العاملة له نظام يتمشى على النظام ولا يخرج عنه، لا يجوز الخروج على النظام، إذا كان له حاجة في المستقدم من رجل أو امرأة للقيام بعمل عنده فلا بأس بذلك، أما أن يستقدم العمال وهو ليس بحاجة إليهم وإنما ليؤجرهم على الناس فهذا يمنع منه النظام ويمنع منه الشرع، فلا يجوز هذا. نعم طيب شكرا يا أخ موسى. أيضا نعود إلى أسئلة الأخ أبي عائشة، سؤالها الأخير يقول
فضيلة الشيخ صالح، يعني يقول بعض النساء ترفع شعرها عاليا عن رأسها، وإن اضطرت لتجديد وضوئها فإنها تمسح على الشعر وهو عال عن رأسها، لأن ما يتم مسحه من الشعر هو الشعر وليس جلدة الرأس، فهل هذا صحيح أم ماذا؟ بارك الله فيكم. نعم هذا صحيح، إذا مسحت على الشعر فقد مسحت على الرأس ولا بأس بذلك. نعم. أيضا يسأل يقول إحدى الأخوات تقول هل وضع السبراي، والسبراي هو مادة لتثبيت الشعر مثل رذاذ الماء لكنها بعد رشها تصبح جافة توضع لتثبيت الشعر، يقول هل وضع هذه المادة على الشعر يكون عازلا للشعر وبالتالي لا يصح وضوءها إلا بغسله، وهل في هذه الحالة تستطيع المرأة تمرير أصابعها بين شعرها لتمسح أجزاء يسيرة من شعرها كي لا تخرب شعرها، وهذا يحصل عند كثير من النساء، أو لا بد من تعميم رأسها بالمسح؟ ما يوضع على الرأس، على رأس المرأة إذا كان يتجمد ويمنع وصول الماء إليه لا يجوز هذا، وتجب إزالته للوضوء والاغتسال. أما إذا كان لا يتجمد ولا يمنع نفوذ الماء إلى الشعر إذا مسح عليه أو غسل فلا مانع منه. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول النفس هل هي الذات أم هما يختلفان، وهذا في حق الله تبارك وتعالى؟ الله جل وعلا يقول ويحذركم الله نفسه، فالذي في القرآن أننا نثبت النفس لله عز وجل كما أثبتها لنفسه، وأما الذات فهي بالمعنى، يعبر عنها بالمعنى فلا بأس بذلك. نعم. وهذه أيضا تسأل عن ما يسمى عند النساء الدوج، وهو مثل المناكير تضعه على أظافرها، هل يجوز الوضوء وهذا موجود على أظافر المرأة؟ ما يتجمد على الأظافر أو على الشعر ويمنع وصول الماء فإنه لا يجوز للمرأة، وأما ما لا يتجمد ولا يمنع وصول الماء إلى الظفر أو إلى الجلد فإنه لا بأس باستعماله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. وهذا يقول أخوكم في الله أريد يسأل ويقول حكم الإرجاف وإثارة البلبلة على موضوع العجز في الاقتصاد أو ميزانية الدولة ونشر ذلك في وسائل التواصل، هذا لا يجوز، وهذا فيه تخويف المسلمين وإضعاف المسلمين. والحمد لله الميزانية ولله الحمد فيها خير كثير وعندنا خير كثير، ونرجو من الله الخير الكثير، ولا يجوز الإرجاف بالمسلمين، هذا شأن المنافقين أو شأن الأعداء الذين يرجفون بالمسلمين. نعم. أيضا أحسن الله إليك، معنا اتصال من الجوف، الأخ سعود تفضل. لو سمحت، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، أنا وكيل أستلم تقاعد والدي الله يرحمه، وموجود عند البنك بس اسم أختي بس تعبانة، هل يجوز مثلا أنا أقترض منه بعدين أرجعه، أو مثلا أعطي منه إخواني المحتاجين؟ يا أخي أنت وكيل، تنفذ ما وكلت فيه، فإذا كنت وكيلا على هذا التقاعد فإنه يجب عليك أن تضعه في مواضعه وتصرفه لمن يستحقونه نظاما، ولا تأخذ منه شيئا لنفسك. نعم. شكرا أخ سعود. أيضا فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل ويقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، ما المراد بجزيرة العرب وما المراد بهذه الديانات؟ المراد بجزيرة العرب يرجع فيه إلى اللغة العربية وإلى الأدلة الشرعية، وتعرف بذلك جزيرة العرب لأنها لا يجتمع فيها دينان لئلا ينتشر الكفر في الأرض،
إذا صدر من الجزيرة فإنه ينتشر الكفر والمذاهب الهدامة. فالواجب على المسلمين ألا يدعوا يصدر من الجزيرة العربية إلا الدين الإسلامي الذي ينتشر على أرجاء المعمورة، ولا يتركوا الدعايات الأخرى والمذاهب الباطلة تقر في جزيرة العرب، لأن العالم يتأثر بذلك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول: ما حكم رمي المقررات المدرسية بعد الانتهاء من الاختبارات حيث نراها مرمية في الطرقات وأيضا عند سلات المهملات؟ الواجب على وزارة المعارف أن تضع حدا لهذا، وأن تطلب من الطلاب أنهم إذا أدوا الامتحانات يسلمون المقررات، وما كان منها صالحا للاستعمال فإنه يصرف للطلاب الآخرين، وما كان غير صالح ولا يمكن إصلاحه فإنه يحرق ولا يترك يمتهن، يكون فيه آيات أو فيه حديث، بل يحرق أو يدفن في مكان طاهر. نعم. أحسن الله إليك شيخنا. أيضا تتوالى الاتصالات، وهذا من القصيمة بريان، تفضل. السلام عليكم. السلام، تفضل سؤالك. عليكم السلام. سؤالي يا شيخ الله يجزاك خير، في ظاهرة منتشرة الآن بين المصلين، ولا شخص عندما يصلي يدق الجوال، يقوم الشخص بخرج الجوال من جيبه والاطلاع على الرقم المتصل. ما أدري يا شيخ الحكم ذلك والتوجيه حول هذا الموضوع، لأنه منتشرة بشكل حقيقي. لا يجوز هذا، لا يجوز أنه ينظر في الجوال وهو يصلي، ولا ينظر إلى المكالمة وهو يصلي، لأن هذا يشغله عن صلاته وعن العبادة، فيغلق الجوال، فإذا فرغ من الصلاة فإنه يراجع المكالمة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أيضا من الأسئلة التي وردت إلى هذه الحلقة، هذا السائل يسأل يقول: ماذا يصنع المسلم بعدما أن يرى نتيجة امتحاناته أو اختباراته إيجابية أو سيئة؟ وهل هذا مبرر في حال الإخفاق أن يرد العجز إلى الآخرين فيغتاب المعلمين ويصفهم بالنقص وما إلى ذلك؟ عليه أن يرد العيب إلى نفسه، هو المقصر، ولا يعيب على المدرسين أو على جهات التعليم، وإنما يعيب نفسه لأنه هو المقصر. فعليه أن يستدرك في المستقبل ويجد في الدراسة حتى لا يحصل له ما حصل عليه من الرسوب. نعم. أيضا فضيلة الشيخ السائل يسأل ويقول: بعد انتهاء الامتحانات هناك الإجازة ما بين الفصلين الدراسيين، فما هو التوجيه لأولياء الأمور وأيضا للأسر وللطلاب في استغلال هذا الأسبوع خاصة في السفر وما إلى ذلك؟ لا، هذا الأسبوع هذا راحة للطلاب بين فصلين، راحة لهم فيستريحون فيه، وإن استغلوها أيضا في المطالعة والاستعداد للمستقبل هذا شيء طيب، وإلا فلا حرج عليهم أن يترفهوا في هذه العطلة فيما أباح الله لهم، وأن يسافروا إلى البر ونحو ذلك ليستجموا ويتقووا على الاستعداد لمستقبل الدراسة في بقية العام. نعم. هذا يقول: بعض الشباب لديهم ظاهرة في الجوالات أنهم يملؤونها ببعض المخالفات والمنكرات كالغناء والمعازف والصور المحرمة، فما هو توجيهكم لمثل هؤلاء بارك الله فيكم؟ هؤلاء إن كانوا كبارا فعليهم أن يتقوا الله وأن يتوبوا إلى الله من هذا العمل، وأن يطهروا جوالاتهم عن هذه الأمور وهذه الأفكار السيئة وهذا اللهو واللعب. وإن كانوا صغارا فعلى أوليائهم أن يصونوهم منها وأن يمنعوهم من هذا العبث الضار وهذا العمل الذي يكون ضرره عليهم مستقبلا. نعم. أيضا هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة
والمدفأة والنار أمام المصلي؟ إذا كانت بعيدة عنه وهي مدفأة وبعيدة عنه واستعملت للحاجة فلا بأس بذلك. نعم. وأيضا يقول مع شدة البرد بعض المصلين قد يتلثم ويغطي فمه وأنفه مثلا، فما حكم ذلك؟ إذا كان يحتاج إلى هذا بأن كان يتأثر من البرد من شدة البرد أو عنده حساسية أو هو مريض فلا بأس أن يتلثم في الصلاة. نعم. أيضا من الأسئلة التي وردتنا يقول هل يجب الغسل على المسلم الجديد وحديث العهد بالإسلام؟ ما يجب عليه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأمر كل من أسلم بأن يغتسل، لا يجب عليه ذلك. نعم. إلا إذا كان عليه جنابة، إذا كان عليه جنابة يغتسل. نعم. أحسن الله إليكم. معنا ظافر من بيشة، تفضل يا ظافر. السلام عليكم. سلامة الله. مساكم الله بالخير. تفضل. عندي سؤال الله يجزاك خير. عندي خلي شاير. نعم. عليه حادث، عندي خلي شاير عليه حادث والمتسبب في الحادث الخطأ عليه 75%، وتوفى مع 5 أشخاص، عليه صيام ولا ما عليه صيام؟ يا أخي هذا يرجع إلى المحكمة وتقرير المرور، فإذا قرر عليه القاضي الصيام فإنه يصوم، ولو كان عليه نسبة 1% في الحادث. أما إذا لم يكن عليه نسبة من الحادث ولا تفريط فلا شيء عليه، لكن هذا يرجع إلى القاضي، هو الذي ينظر في القضية. نعم. أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، كان ذلكم هو صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، أجاب على أسئلتكم واستفتاءاتكم. شكر الله لشيخنا وشكر الله لكم، وإلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.